تحياتي لكل الساده المشاهدين، واهلا بكم وحلقه جديده من برنامجكم استاذ في الطب. هنتكلم النهارده عن مشكله كبيره وكارثه، انا بعتبرها كارثه، وهي السمنه. السمنه ما بقتش مرض بس، لا بقى مرض بيسبب امراض كتيره جدا، يعني بيجيب مثلا القلب، بيجيب السكر، لا كمان الابديت او اخر ابحاث اتعملت قالت ان السمنه بتؤدي الى عديد من او يعني انواع من السرطانات، يعني سرطان القولون، سرطان البروستاتا، سرطان الثدي، كل ده وراء السمنه. السمنه بس ما بقتش مشكله في اللبس، في المشي، في الحركه، السمنه ما بقتش في الشكل، لا السمنه دلوقتي حاليا بقت مشكله صحه. فاحنا دلوقتي بنلجا للسمنه وحلها للجراحات. ما بقاش الجراحه جراحه تجميليه، لا بقى جراحه علاجيه. يعني ايه السمنه المفرطه؟ ومين فينا يقدر يقول ان دي عندها سمنه مفرطه ودي سمنه عاديه؟ وامتى الجا لعلاج السمنه المفرطه؟ تحميني من كل الامراض اللي انا بقول عليها دي. خليني الاول ارحب بضيفي اللي منورني، هو اسم كبير في عالم الطب مش بس في الوطن العربي لا كمان في الاقليم الافريقي، الدكتور شريف حتحوت، استاذ جراحات المناظير والسمنه المفرطه، كليه طب القصر العيني، عضو الجمعية الأمريكية لجراحات السمنة والسكر، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات المناظير. أهلا بيك يا دكتور، نورتنا. أهلا بيك دكتور. في الأول عايزين نعرف السادة المشاهدين يعني إيه سمنة وبالذات السمنة المفرطة. السمنة المفرطة ليها تعريف حطيته الحقيقة الجمعية الأمريكية لجراح السمنة والسكر على مستوى العالم، هو حاجة اسمها البودي ماس اندكس أو معدل كتلة الجسم، اللي هو بنقسم الوزن على مربع الطول بالمتر. يعني ايه مربع الطول بالمتر؟ يعني لو واحد طوله مثلا 170 سنتي يبقى يعني متر و7 من 10، نضرب 1.7 من 10 في 1.7 من 10 بالكالكوليتر كده يطلع مثلا 3. وزنه مثلا نقول 90، نقسم ال 90 على ال 3 دول يطلع رقم 30. المفروض الطبيعي معدل كتله الجسم لغايه 25، يعني لو عملتي قسمتي الوزن على مربع الطول بالمتر يطلع رقم لحد 25، ده النورمال، ده الطبيعي. من 25 ل 30 لو معدل كتلة الجسم ده بيسموه اوفر ويت، يعني زايد شوية بس ما دخلش لسه في مرحلة السمنة المفرطة. فوق 30 بيعتبروه دلوقتي طبقا لاخر التحديث ان هو داخل في مرحلة السمنة المفرطة، خصوصا لو معاه امراض مصاحبة زي الضغط والكوليسترول والامراض القلب والسكر وامراض المصاحبة كل السادة المشاهدين عارفينها بتاعت اللي هي سمنة مفرطة. فازيد من 30 ومع ده بيعتبروا سمنة مفرطة، وبيعتبروه ده ان هو المفروض يعمل جراحه من جراحات اللي ايه السمنه المفرطه. ده التعريف البسيط جدا على مستوى العالم لموضوع السمنه المفرطه. طب يعني زي ما حضرتك بتقول ان احنا كنا زمان يعني زمان كانوا بيقولوا ان من 35 فيما فوق دي السمنه المفرطه. ايوه. اما الجيد لاين اللي هي للجمعيه الامريكيه اثبتت او قالت خلاص من 30. من 30. طب يعني من 30 نقدر نقول ان دي سمنه مفرطه. مفرطه، خصوصا لو معاه امراض مصاحبه. بالذات لما يكون بقى القلب والضغط والكوليسترول. طيب زي ما قلنا يا دكتور ان السمنه دلوقتي ما بقتش مرض بس، ده بقى مرض يعني بيؤدي الى امراض كتيره جدا. طب عايزين نعرف ايه هي مضاعفات السمنه المفرطه؟ لا السمنه المفرطه ده دلوقتي بيسموه وباء، بيسموه ابيديميك اوف موربيد اوبيستي، وباء لانه على مستوى العالم بيقول لك اكثر من ثلث سكان العالم بيعانوا من امراض السمنه المفرطه. ولما حتى في امريكا عملوا احصائيات للفلوس اللي بيصرفوها على علاج المضاعفات بتاعت السمنه زي السكر والضغط وارتفاع نسبه الدهون في الدم وجلطات القلب وجلطات المخ والسرطان والعقم عند السيدات والحاجات دي، لقوا اللي بيصرفوا على المضاعفات السمنه المفرطه اكتر بكتير من لما بيصرفوا على العمليات. فذلك هم دلوقتي النهارده دخلوها حتى في التامين الصحي في امريكا، لان لقوا ان عمليات جراحات السمنه المفرطه بتقي من الامراض الكتيره جدا، وبالتالي بتوفر لهم في الايه في فلوس العلاج. فعندك بقى السكر ومضاعفات السكر، السكر ياثر على العين وبياثر على الكلى وبياثر على الكبد وبياثر على الشرايين وبياثر على الاطراف، فبتاع تحت بند السكر ده فيه اصلا 20 30 مرض. ارتفاع ضغط الدم، جلطات القلب، جلطات المخ، جلطات الرجل، السكته الدماغيه، العقم عند السيدات، دي بتبقى مشكله كبيره جدا. في ستات كتيره جدا بيقول لك انا ما بخلفش، راحوا للدكتور لسه قال لهم لا انتوا مش هتخلفوا غير لو خسيتوا، لانه طبعا السنه بتعمل تكيسات على المبايض فبتعمل كارثه جدا في موضوع الايه
الحمل. زائد المشاكل الاجتماعيه بقى من السنه المفرطه، في كتير بيجوا خلافات زوجيه ومش عارف ايه بتاع، تؤدي قد تؤدي الى الطلاق، فدي برضه حاجه كبيره. مش احنا بقينا بنتكلم دكتور دلوقتي على يعني على الصحيه، بترجع بقى نرجع للسمنه، لا هي نفسيا كمان كارثه جدا على صاحبها. طبعا لانه يعني هم دلوقتي حتى في التيم بتاع جراحات السمنه بره طبعا، لكن هنا المفروض كمان بيبقى في حاجه لازم دكتور نفسي، لان الحاله النفسيه دي بتؤدي الى السمنه المفرطه، وفي نفس الوقت بعد ما يعمل العمليات لازم بيدوا له سايكولوجيكال سبورت، ان هم يعني بيبقى في نوع من انواع العلاج النفسي عشان يكمل معاه لغايه لما يوصل للوزن المثالي. فطبعا ما فيش شك ان الجزء النفسي ده جزء مهم جدا، خصوصا السن الصغير، تلاقي مثلا طالبه في الجامعه رايحه او دلوقتي بنشوف اطفال من 12 سنه و13 وزنها كتير جدا. ده هم دول عملوا له بند اللي هو السنه في الاطفال في المراهقين، بيعملوا لهم مشاكل نفسيه كتير، تلاقي اصحابهم بقى يقول لهم مش عارف هنا وبره على فكره. فكل الحاجات دي طبعا امراض مصاحبه للسمنه المفرطه واسباب ليها. طب احنا عايزين نتكلم عن الحالات اللي حضرتك بتشوفها معاك في العياده، بتيجي بتشوفها عندها سمنه مفرطه جدا وعندها كوارث مصاحبه للسمنه المفرطه. في كوارث طبعا بتحصل للسمنه المفرطه، يعني انا لسه شايف برضه حالك ان وزنها وصل 170 كيلو، طبعا بيجي لهم اول حاجه سليب ابنيا، بتبص تلاقي مش قادرين يناموا كويس، بتبص تلاقي يناموا بالليل النفس مفيش من كتر الدهون اللي هي موجوده في الجهاز التنفسي. دي حاجه، الحاجه الثانيه طبعا السكر، وبيجي لهم بيبقى عندهم ارتفاع شديد جدا في نسبة السكر، مش عارفين يسيطروا عليه مهما خدوا جرعات كبيرة من الانسولين او ما بيقدروش. ارتفاع ضغط الدم وعدم القدرة على الحركة، وتبص تلاقي المفاصل بتبقى مش قادرة تمشي، الام شديدة في الظهر في العمود الفقري. فده الحقيقة مريض السمنة المفرطة ده مرض فعلا، يعني بيجي محطم نفسيا وصحيا، حياته بتتقلب بقى بعد ما بيعمل عمليات، وبعد ما يفوت بص تلاقيه من اول اسبوع ابتدى يحس ان وزنه ينزل شوية، فبقى فرحان، يفوت شهر بيجوا ساعات بيجي يقول لك انا لبسي بينبسطوا قوي لما اللبس يجي يلبسوه فيلاقوا وسع عليهم. طبعا وده بيديهم لغايه بالتدريج لغايه سنه سنه ونص سنتين بيرجعوا للوزن الطبيعي، طبعا حياتهم بتتغير تماما يعني. طيب عايزين نقول برضه زي ما انا قلت في الاول ان مريض السمنه دلوقتي الجراحات ما بقتش تجميليه، لا ده بقت علاجيه. طيب نتكلم بقى على الجراحات المناسبه لمريض السمنه وبالذات كمان السمنه المفرطه. الجراحات المعتمده على مستوى العالم كله هي نمره واحد تكميم معده. اكثر من 50% من جراحات السمنه على مستوى العالم هي جراحه تكميم معده، وبعدين العمليات المعتمده الثانيه اللي هي تحويل المسار. تحويل المسار المصغر او تحويل المسار الكلاسيكي. وثالث حاجة اللي هي حلقة احنا المعدة. احنا معانا الفيديو يا دكتور حضرتك اشرح لنا عليه. هنشرح عملية ده عملية تكميم معدة زي ما احنا شايفين كده، تعمل بالمنظار خمس فتحات صغيرة كل فتحة سنتي، وبيخش بنخش بالآلات اللي هي كاميرا بتصور جوه البطن، وآلات بنعمل بيها عملية هي في الواقع حاجة اسمها قص المعدة. يعني بنعمل استئصال زي ما احنا شايفين كده لحوالي 85% من الايه؟ من المعدة. فبيسموها عشان كده تكميم، تكميم من الكم. يعني المعده بدل ما هي زي ما انت حضرتك شايفه كده كبيره قد البالونه كده، هتبقى زي الانبوبه كده، زي الكم بتاع القميص او الكم بتاع الجاكيت. بيسموها تكميم المعده. تصوير المعده. تكميم اداء، شوف بقت قد ايه. الفكره ايه بتاعت العمليه دي؟ اول حاجه انت بتصغري حجم المعده، وبالتالي كميه الاكل اللي بتاكليها شويه صغيرين قوي تلاقي نفسك شبعت. الحاجه الثانيه بنشيل قبه المعده، الجزء العلوي من المعده، ده اللي هو مصدر هرمون الجوع، هرمون الغرولين. فبالتالي احساسك بالجوع بيقل بعد العمليه، فانت كده هنا بتعملي حاجتين، اولا احساسك بالجوع بيقل، ثم حجم المعده بتاعك صغر، فكميه الاكل اللي بتاكليها بتكون صغيره قوي، بتعمل لك حاله ايه؟ اشباع. فبالتالي وزنك بينزل، وبالتالي نسبه السكر بتتظبط. ولقوا كمان ان في عمليه تكميم المعده بيطلع هرمونات من الامعاء نتيجه، ما هو المعده بقت زي الانبوبه كده، فالاكل بينزل بسرعه. فلقوا ان لما بينزل بسرعه كده بيطلع هرمونات من الامعاء، حاجه اسمها جي ال بي جلوكاجون لايك بيبتايد، بتساعد الانسولين في عمليه الحرق. ولذلك في ناس عندها فكره ان عندها سكر لازم تعمل عمليه تحويل مسار. لا، تكميم المعده بيقلل الوزن وبيساعد جدا في السيطره على مرض الايه؟ مرض السكر. طبعا قبل العمليه بيبقى في شويه تحضيرات بسيطه،
برضه الناس عندها فكره ان التحاليل اللي قبل العمليه دي حاجه كبيره قوي، لا هي تحاليل عاديه جدا زي اي حد بيعمل العمليه، بياخد بنج لا صوره دم كامله، وظائف كبد، وظائف كلى، سرعه ترسيب سكر، الحاجات العاديه مفيش فيها يعني حاجات افوره وتحاليل معينه وتكلفتها عاليه، لا دي تحاليل عاديه زي وبعد العمليه بيقعد بس اول اسبوعين على فلويد دايت يعني سوائل شفافه سوائل، وبعد كده بيبتدي بالتدريج ياكل بكميات صغيره لغايه لما بيوصل للايه؟ لانه بياكل طبيعي، بس طبعا هياكل كميات قليله جدا. وميزتها عن عمليه تحرير المسار انه ما بياخدش فيتامينات ومكملات غذائيه طول العمر، لانه الامتصاص موجود، انت ما غيرتيش من البنيه بتاعه الجسم، هو الاكل ماشي في مساره الطبيعي خالص، فبيحصل له امتصاص وكل حاجه، فما تضطريش تاخدي فيتامينات ومكملات غذائيه ايه طول العمر، بس اول ثلاث او اول ست شهور عشان لسه ما بتبقيش بتاكلي كل حاجه، فبتساعدك بس، وبعد كده خلاص بيرجع انسان طبيعي، بياكل اكل بسيط، بيشبع، معاها بقى لازم يعمل شويه رياضه ويشرب ميه كتير، الحاجات دي كلها بتخليه ينزل نزول رهيب في الوزن. طيب ده تكميم المعده، طب وتحويل المسار؟ يعني في مرضى بنتابع او حضرتك بتنصحهم بتحويل المسار؟ يعني ايه تحويل المسار؟ تحويل المسار ببساطه شديده جدا، احنا اول حاجة بنفصل جيب من المعدة صغير، يعني برضو بنصغر حجم المعدة عشان كمية الاكل تبقى صغيرة، وبعدين بنسيب اول 2 متر من الامعاء. احنا معنا برضو الفيديو ده في حاجة تشرحين عليه. بنسيب اول 2 متر من الامعاء ونوصل الامعاء بالجيب ده بعد 2 متر. فدي بيسموها تحويل مسار، يعني هيفصل اهو الجيب اهو من الدبابيس كلها والدباسات طبعا عن طريق المنظار، مفيش حاجه اسمها جراحه مفتوحه دلوقتي. اهو ادي فصل الجيب اهو. وهيفوت، شوف هيعد اول 2 متر من الامعاء وبعدين يوصلها بفوق. الفكره بتاعتها ايه؟ ان هو الاكل ما يعديش على اول 2 متر من الامعاء. عشان كده بيسموها ايه؟ تحويل المسار. اشمعنى يعني اول 2 متر من الامعاء؟ لا انه ده المنطقه اللي بيحصل فيها اكبر امتصاص للدهون والسكريات. طب السؤال يا دكتور، يعني حضرتك فصلت جزء، الجزء اللي انفصل ده بيروح فين؟ لا ما هو متوصل تاني، بس ده تحويل مسار كلاسيكي. ده الاكل هو ده الاكل الكلاسيكي، ده الاكل بينزل من المعده على الامعاء ويختلط بالايه؟ بالعصاره الصفراويه تحت بعد 2 متر. فهي دي الفكره اسمها تحويل المسار، ان انا بحول مسار الاكل بعيد عن اول 2 متر من الامعاء، ما يمرش عليهم اكل، عشان دي المنطقه اللي بيحصل فيها امتصاص جامد جدا للايه؟ للدهون وللسكريات. فالعين طبعا بيخس، والسكر طبعا بيقل جامد جدا وبيروح تقريبا، يعني بيشفى من مرض السكر، يعني عمليه تحويل المسار موصوفه للعلاج من مرض السكر حتى لو مش معاه سن المفرطه. دي عمليات تحويل مسار ليها نوعين، تحويل مسار كلاسيكي ده، وفي تحويل مسار مصغر، بس نفس الفكره. طب مؤخرا يا دكتور سمعنا ان في حاجه اسمها تحويل المسار اللي هي الباي بارتيشن، هي نفسها؟ لا ولا في اختلاف شويه؟ لا بص، عمليه اللي هو اسمها ساسي او صناعه، دي حاجه مش معتمده دوليا، سلمت معتمد دوليا، هي في دور، لكن هي الفكره بتاعتها ان هو بيعمل تكميم معده الاول، بيصغر حجم المعده وبعدين يجيب تاني ويعمل معاه تحويل مسار، اول 2 متر برضه يفوتهم ويروح موصلها بالمعده اللي هي بقت صغيره بعد التكميم، يعني هو المرج بين التكميم وبين تحويل المسار، بس دي لسه في دور الابحاث لسه، انت عارف عشان عمليه تعتمد تاخد 20 سنه، تاخد 20 سنه، فدي لسه الحقيقه لم تعتمد، والريزلتس بتاعتها مش واضحه قوي، ان هل هي تفيد فعلا في زياده في الوزن، في زياده نقصان الوزن او في السكر، لا انا ما انصحش بيها يعني. لسه. طيب دكتور دلوقتي مريض السمنه اللي بيتفرج علينا دلوقتي هيقول لحضرتك ابسط حاجه، انا اختار تكميم المعده ولا تحويل المسار؟ على اي اساس العمليه دي بتتم ودي بتتم كمان؟ شوفي، هي في مدارس يعني في العالم كله، في سنترز، في مدارس بتعمل تكميم معده لكل العيانين، وفي مدارس بتعمل تحويل المسار لكل، لكن في زي ما تقولي اتفق على انه لو العيان سويت ايتر او اللي هو عنده ما بيقدرش يستغنى عن الحلويات، مش ان هو بياكل مره في الاسبوع ولا لا، اللي هو حياته كلها حلويات سويت ايتر، او لو العيان اللي هو بيقول ان كنترول دايبيتس ميليتس اللي هو السكر غير مسيطر عليه، مش يعني السكر ضارب 500 و600 وعامل له بقى، دول بنعمل يفضل يتعمل لهم تحويل المسار عشان بيسيطر على السكر اسرع شويه، بس هم دول تقريبا الحاجتين، او لو عنده مريض سكر وعايز يعمل عمليه لعلاج السكر بس ما عندوش سمنه مفرطه، لكن غير كده التكميم معده
واخده شعبيه جدا على مستوى العالم، سواء في نزول الوزن او في السيطره على ايه مرض السكر المرتبط بالسمنه المفرطه. يعني اكتر بقول لك من 50% من جراحات السمنه على مستوى العالم بيعملوا تكميم معده مش تحليل مثلا. طيب المريض اللي بيدخل لحضرتك عنده سمنه مفرطه، قبل ما بيسالك العمليه بيسالك نتيجه العمليه، دكتور انا هخس بعد قد ايه؟ او هظهر جسم حلو بعد ايه؟ وهرم البنطلون اللي مقاسه مش عارفه ايه؟ بيخسوا على طول على فكره، يعني في خلال هو حاطين جايد لاينز كده خلال 6 شهور يكون نزل 50% من الوزن الزايد، يعني لو عنده 100 كيلو زياده في 6 شهور يكون نص الوزن الزايد ده خسه 50 كيلو. سنه بالكثير بيكون رجع تقريبا للوزن الطبيعي. بيكون تقريبا رجع للايه؟ للوزن الطبيعي، بس هم بقى ساعات بيسالوا على مضاعفات جراحات السمنه. طبعا بيبقوا قلقانين بيسمعوا ده جاله مش عارف ايه. مضاعفات جراحات السمنه اولا في الحدود الامنه، يعني هي 1 إلى 2% على مستوى العالم. سواء عملتي العمليه في مصر او في امريكا او في انجلترا هي 1 إلى 2%. اول حاجه فيهم اللي هو التسريب. طبعا دي اشهر حاجه، عن تحويل المسار اللي هو سواء التكميم او تحويل المسار اللي هو التسريب بيحصل في 1% من الحالات. لو انت عامل العمليه مظبوط ورحت للجراح المظبوط وعملتيها مظبوط برضه في ستيل نسبه اقل يمكن دلوقتي من 1%. التسريب مش مشكله، هي المشكله ان هم ما بيشخصوهوش بدري. يعني التسريب عباره عن ايه؟ حصل خرم، حصل فتحه في في جدار المعده، فتيجي تشرب تلاقي طلعت بره بتعمل لك مشاكل. تشخيصها المبكر بيعالجها بسهوله جدا. تشخيصها المبكر ايه؟ العين بتبص تلاقي يجي له حراره شويه، يجي له اوجاع شديده في البطن، النبض بتاعه يبقى سريع قوي. علاجها انك بتشخص، عشان كده لازم الدكتور اللي بيشتغل جراحات السمنه يكون فاهم، يتابع العين ويعرف ازاي يشخص المضاعفه دي لو حصلت وازاي يتعامل معاها. يتعامل معاها ازاي؟ بيخش تاني بالمنظار، بينظف البطن، يغسل البطن من الكلام ده. وفي دكتور بتاع مناظير جهاز هضمي بيخش عن طريق الفم يركب له زي دعامه كده انبوبه يشرب منها لغايه لما الفتحه دي تقفل. طب هل بيرجع التسريب المعده يا دكتور لانواع الدباسات ولا في العمليه؟ يعني تكنيك معين في العمليه؟ طبعا نمره 1 لازم الدبسه تكون جديده وكويسه. نمره 2 يكون الجراح فاهم لها تكنيك في المقاسات، وانت بتقصي وانت بتشيلي بتقصي عارفه انت بتشيلي ايه بتاع عشان ما يبقاش في ضغط عالي. فلازم تكون جراح متمرس، لازم تكون دباسات كويسه. والدبابيس كله في ناس بتستخدم دبابيس صيني، بس هي المعتمده الدبابيس الامريكي على مستوى العالم، كوفيديان وجونسون دي معروفه على مستوى العالم. لو عملت العمليه صح عند الدكتور الصح وكله تمام، نسبه التسريب دلوقتي اقل كمان من 1%. ودرسوا الموضوع ده برضو في العالم كله، ليه يعني بتبقى عامله كل حاجه قد يحدث اقل من 1%؟ لقوا ان بعض الناس بيبقى الاوعيه الدمويه المغذيه للمعده ضعيفه، هي خلقت ربنا كده، فالاوعيه الدمويه دي هي اللي بتلحم. انت عشان اي جرح يلحم عايز دم عشان يجيب الاجسام المناعيه والمواد اللي بتلقم الجرح. بعض الناس بيبقى عندهم الايه الاوعيه الدمويه دي ضعيفه، وبالتالي لحمه المعده بتبقى ضعيفه، الالتئام بيبقى ضعيف او بياخد وقت شويه. بس دي زي ما قلت لك لو اتشخصت بدري علاجها سهل، يعني ما فيهوش مش مميت يعني. طيب اكيد بعد كل عمليه دكتور بيبقى في بروتوكول حضرتك بتنصح بيه المريض ان هو يتبعه في نظام اكل، في نظام الرياضه حتى، عشان يحافظ على نزول الوزن ويحافظ على نتيجه العمليه. ده صحيح. اول اسبوع بيبقى عباره عن ميه وعصائر بيور، بس عصائر بيور من غير سكر وميه بس. تاني اسبوع بنبتدي ندخلهم شوربات، شوربه لحمه، شوربه فراخ، شوربه عدس. بعد كده من الاسبوع التالت بيبتدي بالتدريج ياخد شوربات خضار، حاجات مطحونه اول 3 أسابيع. بعد كده بيبتدي ياكل اكله الطبيعي بس بكميات مهروسه وبكميات صغيره، وبيتابع مع دكتور اخصائي تغذيه. شكرا ليك يا دكتور نورتنا، بشكر اسم كبير في هذا المجال دكتور شريف حتحوت، استاذ جراحات المناظير والسمنه المفرطه، كليه طب القصر العيني، عضو الجمعيه الامريكيه لجراحات السمنه والسكر، عضو الجمعيه الاوروبيه لجراحات المناظير. شكرا ليك يا دكتور نورتنا. الف شكرا. بشكر كل السادة المشاهدين وانتظروا كل جديد في مستشفى الطب.